الفكرة بدأت إنه نعمل معرض لطلاب معهد يونس إمرا. لاحظنا إنه كان العدد طلاب قليل وعدد اللوحات كانت قليل. قررنا نشارك أساتذة في هذا المعرض حتى يكون المعرض مقنع شوي بعدد اللوحات. طبعا لما قدمنا دعوات لكبار الخطاطين وكانت الاستجابة سريعة. انتقلت كبرة الفكرة يعني حتى تحول المعرض من معرض محلي تقريبا لمعرض دولي. يعني أنا شاركت في أكثر من معرض، يعني هذا المعرض بيضاهي معارض دولية مثل معرض دبي ومعرض الشارقة ومعرض اسطنبول. شارك في هذا المعرض أهم الخطاطين، يعني تقريبا بحدود 25 خطاط دولي حائزين على جوائز دولية ولهم مشاركات عديدة في معارض دولية. المعرض بيضم أهم أنواع الخطوط وتقريبا بيضم كل أنواع الخطوط. طبعا كل خطاط كتب الشيء اللي هو بيحس حاله متميز فيه. Gelin, tanış olalım, işi kolay kılalım. Taşıyan, ötelere taşıyan insanların olacaktır. Bu umudu hep beraber taşıyoruz. حضرنا اليوم الافتتاح لافتتاح المعرض الخط العربي. طبعا نحن بحاجة كتير كبيرة لهيك معارض لإحياء الخط العربي بعد ما تم يعني إلى حد ما نسيانها، وإحياء بعض الشخصيات التاريخية عن طريق الخط، وتشجيع الفنانين على إقامة معارض مشابهة أو معارض حتى تشكيلية، وحتى يكون يعني منفذ للشعب وتعبير وتعبير الشعب، وكمان بالإضافة إلى خروج بعض الموهوبين وتشجيعهم إلى إنماء موهبتهم وإقامة معارض. (تصفيق)